لا لا، ما اقدرش اقول انها دكتاتور، وانا عندي قصه يعني اقدر ادي بيها مثال على ذلك. في زميل فاضل خلق مصر الطيران من اول وجديد لمده 5 سنوات، خلق مصر الطيران. كانت مصر الطيران، انا دخلت لقيت مصر الطيران خسرانه 320 مليون دولار، ومشينا مصر الطيران كسبانه 550 مليون دولار، والطيارات متغيره والناس متدربه والمطارات متوضبه وكل شيء متغير، كل شيء متغير. اما دي تكون النتيجه من واحد ادى كل هذا الاداء، واجيبه واقول له يا فلان احنا بقالنا 5 سنين احنا ده كرئيس مصر الطيران. ايوه، رئيس ما مسكش مصر الطيران واحد زيه قبليها في تاريخها، وقال النتائج تقول لحقه. تمام. اقول له لو سمحت انت عندك 9 شركات وانت رئيس الشركه القابضه، افرج عن الشركات بقى. هو الحقيقه زي ما انت بتقول المثل ده دلوقتي، قابض شركه قبضته كل وقت له اذانه، احيانا لازم تبقى قابض، احيانا لازم تسيب ايدك، بدليل ان انا كان مطلبي منه سيب ايدك للناس، قال لي حاضر، سيب ايدك للناس، قال لي طيب سيب ايدك. فجي بعد كده قال لي ما انا سبت ايدي للشركات، الشركه دي عينت 1000 واحد في شهر بالمخالفه. قلت له كويس، ليه ما رحتش رفدت ال 1000 واحد ورفدت رئيس الشركه؟ لكن برضو ده ما يمنعش انك تعيد الموضوع لقبضتك مره واحده. اما ما اتفقناش شلت، خليته يكتب استقالته ومشي. صديق شخصي وعشره عمر وكفاءه متناهيه، ولكن وهو بقى بيسلمني جواب الاستقاله في مكتبي، قلت له الحقيقه بمنطق الاي تي بقى واحنا في الزمن ده، انا هقول لك انت انجزت بامتياز كل ما هو هاردوير، اما جينا في مرحله السوفت وير بقى عشان نستعد للانصراف انت مش مالك تفك قبضه ايدك. ولذلك انا لو مسؤول، انا لو مسؤول اكبر منه درجتي، اقول لك اتفضل روح تولى مسؤوليه السكه الحديد. السكه الحديد تحتاج في مصر ال5 سنين اللي انت عملتهم في مصر الطيران، وبهذا الاتقان وبهذه الدقه اللي هي فتره الهاردوير دي تحتاجك السكه الحديد. صديق شخصي واخ وكل حاجه، وطيرته. انا اللي قلت له اتفضل امشي، ليه؟ لانه لازم يسيب دلوقتي، ما سحبش. ما فيش الشغل، ما فيهوش يعني. انت كنت عايز هو يخفف قبضته، يعني انت كنت مع اطلاق ان الشركات تاخد حريه قرار. خلاص هم، خلاص هم يعني تدربوا بما فيه الكفايه، ونسيب الناس بقى تغلط مرحله واحنا موجودين. عشان اما نمشي يبقى الغلطتهم خلاص اعادوا ترتيب اوضاعها. بس حضرتك رجعت جبت وزير في وزاره. جبت وزير، صح. صح، وزير نقل. نقل. طب اخترته تاني ليه؟ ما هو برضه ولا عشان السكه الحديد؟ اه والله جبته لان كل ما فيه اتقان ودقه كان هينجزه 10 على 10. لكن هو الحقيقه مشي لان تهمته كان انه من رجاله احمد شفيق. بقت تهمه طبعا. احمد شفيق اللي فشل في الطيران، وفشل في الطيران بتاع القوات الجويه، وفشل فشل نفسي افهم، يعني احمد شفيق فشل في ايه؟ فشل في ايه في حياته من سنه 61؟ من فضل الله، ده كرم ربنا ودعوات الوالدين وكل شيء. بند واحد فشل فيه احمد شفيق من 61 لغايه النهارده في شغله. قام عاطف عبد الحميد يمشي عشان هو من رجاله احمد شفيق. لن يعوضوك وزير للنقل. ومع ذلك الواحد تجارب بيمر بيها.